السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنكمل الابيديميولوجيكال ستاديز. بدانا فيها في الفيديو اللي فات لما كنا قسمناها تقسيمه كده وخدنا منها الديسكريبتيف اللي هو السيرفي وشرحناه. المره دي ان شاء الله هنتكلم على اناليتيكال ستاديز، وبرضه هنرجع على الاول للتقسيمه بنفتكرها مع بعض ونعرف الاول ايه اناليتيكال وكده وبعدين نكمل. دي التقسيمه اللي احنا كنا عملناها المره اللي فاتت لما جبنا الابيديميولوجيكال ستاديز وقلنا هنقسمها اكوردنج لحاجتين، يا اما اكوردنج للبروسيدجر يا اما اكوردنج لايه للتايم. اكوردنج البروسيجر اتفقنا يا اما هتدخل يا اما مش هتدخل. لو انا هتدخل سميتها انترفنشنال، ودي هنتكلم عليها في الاخر ان شاء الله نعرف عليها حاجات بسيطه هنركنها دلوقتي. رقم 2 يا اما تبقى ايه اوبزرفيشنال، اتفقنا اوبزرفيشنال دي بدون ما تدخل، يا اما همسك المرض اوصفه بس ودي هيبقى اسمها ديسكريبتيف ودي اللي احنا شرحناها. وتاني حاجه يا اما هجيبها اجيب المعلومات واحللها واطلع البيانات والارقام ساعتها يبقى اسمها ايه اناليتيكال. ولو فاكرين الاناليتيكال كنت قلت انها بتساوي لايه اللونجوديودينال. اللونجوديودينال يعني بتاخد مده طويله، المده الطويله دي ممكن تبقى حاجه في الماضي وممكن تبقى حاجه في المستقبل. والله لو هي حاجه في الماضي بسميها ريتروسبكتيف. لو بصينا للرسمه اللي تحت دي اول حاجه الاستادي حصل، الاستادي لو الديزيز كان حصل قبلها يبقى كده اسمها ريتروسبكتيف، والله لو الديزيز لسه ما حصلش وانا هتابع المريض يبقى اسمها ايه بروسبكتيف. وريتروسبكتيف تساوي الكيس كنترول وبروسبكتيف تساوي الكوهرت، والكيس كنترول والكوهرت هما دولك اللي احنا هنفضل نتكلم عليهم ان شاء الله طول الفيديو ده. بالرسمه البسيطه دي هنحاول نفرق الاول يعني ايه كيس كنترول يعني كوهرت. اول حاجه احنا هنجيب مجموعتين من الناس، مجموعتين دولك مجموعه فيهم هتبقى ديزيزد ومجموعه نون ديزيزد، وبعدين هرجع اسالهم على الريسك فاكتور. ما فهمناش حاجه. الاشهر مثال هناخده عليها هو اللنج كانسر. والله انا هجيب مجموعه عندها لنج كانسر ومجموعه ما عندهاش لنج كانسر، وبعدين اروح اسالهم هو انتوا كنتوا بتدخنوا ولا لا. تمام، يبقى انا دلوقتي جبت المرض كان خلاص ايه حصل، عشان كده الكيس كنترول بسميها ريتروسبكتيف. يبقى تاني انا جبت مجموعتين من الناس، مجموعه ايه ديزيزد مجموعه نون ديزيزد، وبرجع اسالهم على الهيستوري اوف الاكسبوجر هو انتوا زمان كنتوا تعرضتوا لكذا. تمام، يبقى كل ده حاجات معلومات من الايه من الماضي. الكلام ده على عكس الكوهرت. بقى الكوهرت انا بجيع مجموعتين من الناس والمجموعتين كومبليتلي هيلثي ما عندهمش اي حاجه، ما عندهمش لنج كانسر خالص، والمجموعتين دول شبه ايه شبه بعض في كل حاجه الا ان مجموعه فيهم هتبقى متعرضه للريسك فاكتور ومجموعه مش متعرضه للريسك فاكتور، وابدا اتابعهم في المستقبل واشوف مين هنا ومين هنا اللي هيجيله ايه لنج كانسر. تاني هنقولها بالمثال اسهل بقى، الكوس كنترول والله انا اجيب مجموعتين، مجموعه ديزيزد ومجموعه نون ديزيزد، مجموعه عندها لنج كانسر ومجموعه ما عندهاش. المجموعه اللي عندها لنج كانسر حاجه اسمها كيس، المجموعه اللي ما عندهاش عندها حاجه اسمها كنترول، عشان كده الاستادي اسمها ايه كيس كنترول. المجموعتين اللي جبتهم دولك همسك كل فرد وارجع اساله وانت كنت بتدخن ولا لا، واقدر كده اربط ما بين علاقه السموكنج بالايه باللنج كانسر. لا ده الكوهرت بقى موضوع اتقل شويه، ده انا هجيب مجموعتين سلام خالص. تمام، مش هبدا بالديزيز ده انا هبدا بالاكسبوجر، هبدا بالريسك فاكتور اللي هو مين السموكنج، هخليهم متشابهين في كل حاجه الا ان مجموعه منهم بتبقى بتتعرض للريسك فاكتور اللي هو السموكنج ومجموعه تانية بتتعرضش للريسك فاكتور. وبعدين اتابعهم كام سنه بقى، سنه 2 10 20 لحد ما اشوف ايه الاعداد في كل مجموعه اللي يحصل لها ايه لنج كانسر. اها يعني بصينا الرسمه دي اول حاجه مجموعه ديزيزد ومجموعه نون ديزيزد. المجموعه ديزيزد اسمها ايه اسمها كيس، المجموعه النون ديزيزد اسمها كنترول، وبعد كده هرجع اسالهم اذا انتوا اتعرضتوا لتخنتوا قبل كده ولا لا. على عكس الكوهرت مش هبدا بالديزيزد، المجموعتين سلام تماما، هبدا بالايه بالاكسبوجر، والله مجموعه اكسبوزد للسجاير ومجموعه نون اكسبوزد للسجاير، وبعد كده هبدا اتابع معاهم لحد ما اشوف هيحصل لهم ايه لنج كانسر ولا لا. تمام، فرقنا ما بين الريتروسبكتيف والبروسبكتيف. احنا كده استرجعنا التقسيمه مع بعض وحاولنا نفرق ما بين الكيس كنترول والكوهرت. يعني نقول تاني بسرعه يعني ايه كيس كنترول يعني ايه كوهرت. الكيس كنترول عباره عن بجيب مجموعتين من الناس، واحده كيس يعني ديزيزد واحده نون ديزيزد اللي هي اسمها كنترول، وبعد بسالهم على الايه على الاكسبوجر او الريسك فاكتور. الاكسبوجر بتساوي الايه الريسك فاكتور. او الكوهرت ان انا اجيب مجموعتين من الناس والله هما الاثنين هيلثي بس في واحده هعرضها لايه لريسك فاكتور معين والتاني مش هعرضها لريسك فاكتور، يعني مثلا مجموعه بتدخن ومجموعه مش بتدخن، وهشوف مين
كام في المية هنا وكام في المية هنا يحصل لهم ايه؟ لانج كانسر. احنا دلوقتي هنمسك الداتا مع بعض، هنحاول يعني نوضح في كل واحدة فيهم ومعظم الكلام. يعني هي كل استادي فيهم انا عايزة اعرف كام حاجة عنهم. 4 حاجات. اول حاجة definition او زي ما مكتوب عندكم في الداتا design، رقم 2 مميزات، رقم 3 عيوب، اخر حاجة المسائل بقى والارقام اللي موجودة في كل واحدة. اول حاجة بالنسبة لل definition او design، كاتب لك في الكيس كنترول هو ايه، عبارة subject with disease x، والله هو مجموعة او شخص عنده disease وده بسميه ايه case، وواحد تاني لأ ما عندوش الديزيز وده بسميه كنترول. وبعدين هتابع الاتنين، قصدي هسأل الاتنين تكونوا تتعرضوا لريسك فاكتور معين ولا لأ. فالكلام اللي هو بيقول لك هو subject with disease X defined as a case together with a sample of those without disease، وذول بسميهم ايه؟ بسميهم كنترول. الكيس والكنترول الاتنين ببدأ اقارنهم مع بعض خصوص للاكسبوجر تو ايه؟ ريسك فاكتور. والله وانتوا اجيب واحد مجموعة عندها لانج كانسر ومجموعة ما عندهاش لانج كانسر واسألهم انتوا كنتوا بتدخنوا ولا لأ. نروح بقى للديفينيشن بتاع الكوهرت. كوهرت يعني ايه كلمة كوهرت اصلا؟ كوهرت يعني قطيع، وكلمة قطيع اصلا في العربي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة من الافراد بيشتركوا في نفس الصفات، تمام؟ يبقى دلوقتي يعني ايه كوهرت؟ هو عبارة عن جروب of individuals زي ما هو مكتوب عندكم that are similar in the same trait، يعني عندهم نفس الصفات and moves as a unit، وبيتحركوا كوحدة واحدة، تمام؟ وحتة بس كده اللي ممكن تيجي ام سي كيو يقول لك ان في نوعين من الكوهرت، تمام؟ يا اما عندنا حاجه اسمها بيرث كوهرت اكسبوجر كوهرت. مش فاهم، مش اتفقنا كوهرت عباره عن مجموعه من الافراد متشابهه في كل حاجه؟ بيرث كوهرت مجموعه من الناس متشابهين في ايه؟ مولودين في نفس المكان وفي نفس السن تقريبا. اكسبوجر كوهرت مجموعه من الافراد متشابهين انهم بيتعرضوا لنفس الاكسبوجر تو ذا سيم ريسك فاكتور. نقرا الكلام. بيرث كنترول يعني individuals in a certain geographic area مولودين في نفس المكان and in a certain time period، وتقريبا بيبقى الفرق ما بينهم سنه بالكتير قوي. طب بالنسبه للاكسبوجر بقى كوهرت، عباره عن مجموعه من الانديفيدجوالز assembled based on an on exposure to risk factor، تقريبا مشتركين انهم بيتعرضوا لنفس الايه؟ الريسك فاكتور. ده عباره عن ديفينيشن هنا وديفينيشن هنا، دوبك ممكن يجي ام سي كيو كده هو بس في المخطط دوبك برضه عشان نبص عليه. بيحاول يوضح لك فيه الكوهرت. بيقول لك ان انا دلوقتي عندي ديزيز فري كوهرت. ديزيز فري كوهرت عباره عن ايه؟ المجموعه كلهم هيلسي ما عندهمش اي ديزيز خالص، ولكن مجموعه منهم هتبقى ايه؟ اكسبوزد للريسك فاكتور معين، ومجموعه نون اكسبوزد للريسك فاكتور معين. وبعد كده هبدا اشوف النتائج، مين اللي حصل لهم المرض ومين اللي ما حصل لهوش، تمام؟ هنبدا بقى في العيوب والمميزات بتاع كل واحده. مع العلم بس عايزين نحط في دماغنا تقريبا مميزات واحده هي عيوب الثانيه، وعيوب واحده هي مميزات الثانيه، الاثنين تقريبا بيناقضوا بعض. قبل ما نبص على الداتا هنحاول نوضح الكلام مع بعض كده، وبعدين نقرا الكلام مع بعض. اول حاجه لو انا سالتك قلت لك نهين الاسهل ونهين الاصعب، الاسهل هي الكيس كنترول. ليه؟ انا مجرد بجيب مجموعه من الناس وبسالهم هو انتوا يا ترى تعرضتوا للريسك فاكتور ده ولا لا. ده على عكس الكوهرت، بجيب مجموعه من الناس وبعد واقعد ايه؟ واقعد اتابعهم لمده طويله، ومعلنا طبعا محتاج فلوس، محتاج ماتيريال، محتاج وقت طويل. فعشان كده الكيس كنترول بقول عليها انها ان اكسبنسيف اند تيك شورت تايم، على عكس مين؟ الكوهرت. الكوهرت اكسبنسيف اند تيك لونج تايم. الحته بتاعه ان الكيس كنترول بتبقى سهله وما بتحتاجش وقت حاجه اسمها ماتشنج. فلو سالتك يعني ايه ماتشنج هتقول لي كلمتين، ان اكسبنسيف اند تيك شورت تايم، تمام؟ وعكسها طبعا في الكوهرت. طب لو سالتك وقلت لك نهين اللي ممكن يحصل فيها اخطاء بسبب الذاكره، اخطاء بسبب الذاكره بتديني معلومات غلط بسبب ان انا افتكرت غلط، يبقى اكيد بتكلم على الكيس كنترول. كيس كنترول انا بسالهم على معلومات سابقه، فوارد جدا ان انا مثلا اجي اسال عم الحاجه هو انت عنده لانج كانسر، قلت له الحمد لله بيدخن، قلت له والنبي وانت كنت بتشرب كام سجاره في اليوم؟ يقول لك والله يا ابني تقريبا 10 سجاير في اليوم. وبعدين الحاج ناسي اصلا هو اصلا كان بيشرب بالتلات والاربع علب في اليوم، تمام؟ فوارد جدا ان في الكيس كنترول يحصل اخطاء في الذاكره، ودي بسميها حاجه اسمها ريكول بايز. ريكول ذاكره، بايز يعني اخطاء، ريكول بايز اخطاء بسبب الايه؟ الذاكره. طب ولو سالتك مين اللي ممكن يحصل فيها اخطاء بسبب الاختيار الغلط؟ اختيار غلط يعني انا هعمل دراسه واختار ناس، ولما اجي اختار ناس اخترتهم غلط،
يبقى اكيد بتكلم على الكوهرت. نضرب مثال بس، هو مثال مضحك شويه في مصر ام الدنيا يعني. فاكرين التجربه اللي كانوا، هي التجربه اليابانيه اللي هيعملوها دي، وقالوا هياخدوا مدرسين من مصر ويعلموهم التجربه اليابانيه. تجربه فشلت. يا ترى ليه فشلت؟ لان المهندسين اللي في الوزاره قرروا ان كل واحد هيجي بدل ما يجيب مدرس كفء يروح يتعلم، قرر يجيب قريبه كانهم طالعين رحله. فطبعا التجربه فشلت. فحاول تحط دي مطرح الاستادي، ان احنا جينا نختار مجموعه عشان نطبق عليهم استادي. اخترنا كل واحد اختار قريبه. المضحك اكتر في المثال التاني ايه بقى، ان حضرتك تبقى اخترت مجموعه من الناس وخلاص وتمام، يلا احنا هنبدا الاستادي. الاتوبيس اللي بينقلهم فجاه تلاقي الاتوبيس اتقلب بيهم وكل اللي انت اخترتهم ماتوا. فدي حاجه اسمها سيلكشن بايز. سيلكشن يعني اختيار، وبايز يعني ايه؟ يعني اختيار. ريكول بايز موجوده فين؟ في الكيس كنترول. وسيلكشن بايز موجوده فين؟ في الكوهرت. طيب لو جيت في النقطه الثالثه بقى، اسالك يا ترى هون اللي اقدر عن طريقه اعرف بدايه المرض، بداية المرض onset of the disease، يا ترى الدراسة اللي أصلا المرض كان حصل فيها ولا المرض لسه هيحصل؟ ما أقدرش أعرف بداية المرض في الكيس كنترول. ليه؟ أنت دلوقتي جبت واحد أصلا المرض حصل، أقدر أعرف بالظبط ال onset of the disease كان إمتى؟ على عكس الكوهرت بقى، أنت معاك واحد ومتابعه يوميا ال 24 ساعة، فمجرد ومثلا واحد سموكر ومتابعه إمتى يحصل له لانج كانسر، أول ما المرض يحصل هتبص انت هتبقى عارف لانك ايه متابعه. فبالتالي ما اقدرش اعرف الاونست اوف ذا ديزيز في حاجه اصلا حصلت كيس كنترول، ولكن مين اللي يقدر يعرفني الاونست اوف الديزيز؟ هي الكوهرت. دي ثالث نقطه. رابع نقطه بقى، هي دلوقتي هي اللي محتاجه بس تركيز مننا. التلاته دول كنا بنعرفهم بالفهلاوه كده. النقطه الرابعه بقى دي اللي محتاجين نركز فيها شويه، حاجه اسمها رير ديزيز اند رير اكسبوجر. هضرب لك مثال اول حاجه عن الرير ديزيز. المعروف ان الدراج ابيوزرز بيحصل لهم ايدز، تمام؟ والله انت في مصر هتلاقي يعني تقريبا تلت الشعب مدمنين اصلا، فسهل جدا ان انت هتلاقي دراج ابيوزر. ولكن كم في المية منهم ممكن يحصل لهم ايدز؟ نسبة قليلة جدا. فانت حضرتك بالنسبة للايدز اللي هو رير، وبالنسبة للدراج ابيوزر اللي هي كتير، خلينا في الايدز مرض رير جدا. لو انت اعتمدت على الكيس كنترول، لو انت اعتمدت على الكوهرت وجبت دراج ابيوزرز وقعدت جنبهم تستنى تشوف كم في المية منهم هيحصل له ايدز، حضرتك ممكن انت يحصل لك ايدز وهم لسه ما جالهمش ايدز اصلا. بقول لك نسبة ايه ضئيلة جدا ان ممكن يحصل لهم ايدز. من نفس المثال برضو هديهولك، بيقول لك ان الواحدة وهي حامل لو خدت دراج معين ممكن يحصل لها اكتوبك بريجنانسي. اكتوبك بريجنانسي يعني حمل بره الرحم. فلو انت جبت برضو مجموعة من الحوامل وديتهم دواء معين، ده على اساس انهم وافقوا اصلا انهم يدوا دواء، ياخدوا دواء غريب ممكن يسبب لهم اكتوبك بريجنانسي اعتبارا انهم وافقوا، حضرتك برضو هيجي لك اكتوبك بريجنانسي وهما لسه ما جالهمش. نسبه قليله جدا يجي لها. فبالتالي لما يبقى معاك رير ديزيز اوعى تعتمد على الكوهارت، لان هتنيك قاعد جنبه واحتمال كبير ان الديزيز اصلا ما ايه ما يحصلش. ولكن ده انا سهل جدا او نازله مستشفى، معلش لو سمحت قول لي الاعداد اللي عندك اللي عندهم ايدز، هات اللي عندهم ايدز طلعوا معاك 100 واحد، روح اسالهم انتوا كنتوا دراج ابيوزر ولا لا، افتح على نفس، انزل يا ابني مستشفى ولاده وهات الفيميلز اللي حصل لهم ايه اكتوبك بريجننسي، وروح اسالهم انتوا كنتوا بتاخدوا الدراج الفلاني ولا لا. فبالتالي لو انت معاك رير ديزيز هتعتمد على ايه؟ على الكيس كنترول، اوعى تروح ناحيه الكوهر. ناخد الايه بقى نقلبها خالص. لو جينا نتكلم بقى على حاجه اسمها الرير اكسبوجر. رير اكسبوجر يعني الريسك فاكتور هو اللي نادر حدوثه. مثلا برضو هذا هنرمي عليها مثال سهلها جدا. انا عايزه ادرس العلاقه ما بين اللنج كانسر والسيليكوزيس. السيليكوزيس دي ماده كده بتبقى موجوده في المصانع بتسبب ايه لنج كانسر. والله ان انت تلاقي لنج كانسر هتلاقيهم كتير قوي، بس كم واحد منهم كان شغال في مصنع سيليكا وان اللنج كانسر كله بسبب السيليكوزيس؟ ضعيف قوي قوي ان انت هتلاقي واحد ولا اتنين حصل لهم السيليكوز. فبالتالي ما ينفعش تستخدمني كيس كنترول. كيس كنترول ان انت هتجيب بتوع لانج كانسر وتسالهم انتوا كنتوا بتتعرضوا للسيليكا ولا لا، نصهم اصلا مش يعرفوا يعني ايه سيليكا، تمام؟ على عكس ان انت تنزل على مصنع سيليكا، تمام، وتجيب العمال اللي فيه وتبدا تعمل عليهم دراسه وتشوفهم هيتعرضوا لانج كانسر ولا لا، تمام؟ فبالتالي لو هو رير ديزيز انا هجري على طول على الكيس كنترول. والله لو هي رير اكسبوجر هجري على مين؟ على الكوهرت، تمام؟ دي تعتبر بس ارخم نقطه. لو انت فهمتها هتقدر تجيب، والله لو رخمه بالنسبه لك حاول ايه تحفظها. في نقطه كمان بالنسبه للمميزات والعيوب، هي المالتيبل ريسك فاكتورز.
يعني ايه مالتيبل ريسك فاكتورز؟ ده مرض حصل بسبب ايه؟ تعرض الواحد، تعرض الفرد دوك لكذا ريسك فاكتور هو اللي سبب له المرض. تمام. طيب هو دلوقتي لو مرض بيحصل بسبب ريسك فاكتورز، انا ينفع اجيب شخص واقول له والله معلش انا هشربك سجاير واعرضك لسيليكا ومش عارفه تاكل الماده دي اصلها ماده مضر واشوفك هيحصل لك لانك كانسر ولا لا؟ لا طبعا. العكس، ان انت تجيب واحد عنده لانج كانسر يقول لك والله معلش اصل انا كنت شغال في مصنع سيليكا وكنت بدخن وانا صغير ومش عارفه كنت باكل كذا. فان انت يبقى عندك مالتيبل ريسك فاكتورز سهل ان انت تعمل لها ستادي في حاله الايه، الكيس كنترول، انما صعب في ايه، في حاله الكوهورت. تمام. كده احنا قلنا حته المالتيبل ريسك فاكتور. اخر نقطه بتاعت اللونج ليتنت بيريد. مرض دي لونج ليتنت بيريد يعني ايه؟ يعني بياخد فتره طويله قوي على ما يحصل. تمام. اشهر مثال على الامراض يعني اللي بتقعد فتره كبيره على ما تحصل هي مثلا مرض زي اللنج كانسر. اللنج كانسر دوك لو واحد سموكر ممكن يقعد سنين السنين على ما يحصل له سرطان في الرئه. مثلا مثال بسيط، انا عندي جدي بيشرب سجاير من هو عنده 20 سنه، وسبحان الله عنده لنج، جاله لنج كانسر هو عنده اكتر من 60 سنه، يعني تقريبا قعد من 40 ل 50 سنه سليم. جاله لنج كانسر امتى؟ وهو خلاص يعني كان سنه كبر خالص. انت متخيل انت تجيب مجموعه من الناس وتقول لهم معلش اشربوا، مجموعه من الناس بيشربوا سجاير وتقعد جنبهم 40 سنه لحد ما المرض يحصل؟ فدي صعب ان انت تنفذها في حاله الايه، الكوهرت. على عكس ان انت تجيب نفس الناس بقى عندهم المرض وتسالهم انتوا كنتوا بتتعرضوا لايه، للريسك فاكتور ده ولا لا. فلو مرض ليه لونج ليتنت بيريود بيقعد مده طويله، انت كده مش هتقعد بقى جنب العيان بالسنين على ما يحصل له المرض. تمام. فاستخدم، فاتجه احسن للايه، للكوست كنترول، وهات المرض جاهز واساله على الريسك فاكتور على طول. دي اخر نقطه في المميزات والعيوب. احنا بقى دلوقتي بالنسبه للداتا بتاعتكم هنفتحها ونقرا كل، احنا تقريبا قلنا كل الموضوع الكلام اللي موجوده فيه الا لو حاجات بسيطه هنقراها سوا. اول حاجه نبدا بالمميزات بتاعه الكيس كنترول. دي مميزات الكيس كنترول اهي. اول حاجه بيقول لك، نبدا من تحت معلش، انها اول حاجه اللي هي ماتشنج. وانا قلت لك ماتشنج دي، قلت لك اول ما تيجي كلمه ماتشنج يبقى في كلمتين، سهل وفي نفس الوقت ايه، ما بياخدش وقت طويل، فهو ان اكسبنسيف اند تيك شورت تايم. تمام. ماتشنج ديك حاول مثلا تترجمها عندك عشان تبقى فاكرها. وعرفنا ليه طبعا الكيس كنترول ما بتاخدش وقت طويل، لاني اصلا بجيب المعلومات على الجاهز، ما الناس عندها المرض مجرد بسالهم ومن غير اي تكاليف خالص. تاني نقطه كاتب لك عنها، نبدا من فوق بقى، سيوتابل فور ذا رير ديزيز. واول ما اقول سيوتابل فور رير ديزيز افتكر على طول المثال بتاع الايدز والدراج ابيوزر، او المثال بتاع الدراج ويل اكتوبك بريجننسي. ما ينفعش يبقى ديزيز بيقعد كتير قوي على ما يحصل، ورير اصلا نسبه حدوثه قليله، وتجيب عيان تقعد جنبه بالسنين تستنى المرض يحصل له ولا لا. انت تنزل اي مستشفى هات سجل بالناس اللي عندها المرض دي وروح ايه اسالها اسهل، ودي حاجه اسمها كيس كنترول. تالت حاجه كان examine disease with long latency، يعني ايه disease بيقعد مده طويله على ما يحصل. دي ما ينفعش استخدم جنبها، ما استخدم، ينفعش استخدم الكوهرت. زي ما اتفقنا نفس الحكايه، مرض زي اللنج كانسر حصل لجدي بعد 40 سنه، فانتش هتجيب عيان وتقعد جنبه 40 ولا 50 سنه مستني انه يحصل له ايه، لنج كانسر. فعشان كده هستخدم الكيس كنترول. واخر حاجه مالتيبل بوتنشال ريسك فاكتورز، كذا فاكتور مع بعض ممكن تسال عيان عنهم، ولكن ما ينفعش تجيب عيان وتطبق عليه كذا ريسك فاكتور، تشربه سجاير وتعرضه لسلكه وتقول اصل معلش اصل انا بعمل استادي. دي مميزات مين؟ مميزات الكيس كنترول. نقول العيوب بالمرة. العيوب الكيس كنترول ايه بقى؟ اول حاجه اسمها الريكول بايس. قلنا الريكول بايس دي يعني ايه، مشاكل بسبب الذاكره. عمك الحاج اللي كنت اساله عم تشرب سجاير قد ايه في اليوم، قال لي ده انا بشرب 20 سيجاره، في الاخر طلع بيشرب 3 علب، اما مش فاكر بقى السن يحكم يعني. فدي حاجه اسمها الريكول بايس، ان الناس بتديني ايه معلومات غلط بسبب الذاكره خانتهم. تاني نقطه في العيوب كانت ميجر ذا ديزيز اونست. اتفقنا مين اللي عن طريقه ان انا بعرف امتى الديزيز حصل بالظبط، الكوهرت ولا الكيس كنترول؟ ما ينفعش بالكيس كنترول، لان الكيس كنترول المرض اصلا حصل، على عكس الكوهرت ان انا بمسك المريض وبتابعه، فاول ما يحصل له الديزيز انا هبقى ايه، هبقى عارفه. دلوقتي بقى بالنسبه للمميزات والعيوب بتاعه الكوهرت، دول مميزات وعيوب الكوهرت اهم. اول حاجه بيقول لك بالمميزات temporality، دي احنا ما قلناهاش. يعني ايه temporality؟ هي سهوله
يعني متابعة الحدث. يعني ايه متابعة الحدث؟ ان انا عن طريق البتاع دي انا بقدر، عن طريق الدراسة دي انا بعرف الكوز بتاع الديزيز، لان اصلا بادئة معاه من الريسك فاكتور، انا اللي بادئة معاه فعارفة. رقم 2 بعرف الانست اوف الديزيز، دي لسه قايلينها انها حاجة من عيوب ايه، من عيوب الكيس كنترول. هنا انا بقدر اقدر الانست، اعرف الانست. ورقم 3 بعرف الانسيدنس، دي سيبوكوا منها. يبقى ممكن التمبوراليتي اللي هي متابعة الحدث عن طريق ان انا بقدر اعرف الايه الانسيت بتاع الديزيز ده. تاني حاجة ان هو efficient for the rare exposure، اتفقنا rare disease و rare exposure. rare disease استخدمها في الكيس كنترول، و rare exposure استخدمتها في الايه والكوهرت. واول ما اقول rare exposure افتكر على طول المثال بتاع مين، السيليكوزيس واللنج كانسر. رقم 3 multiple outcomes، دي هنقولها دلوقتي. يعني ايه multiple outcomes؟ فاكرين لما كنا في الكيس كنترول قلنا ان انا عن لو انا عندي مالتيبل ريسك فاكتور بستخدم مين، الكيس كنترول، لان سهل ان انا مثلا يبقى عندي عيان عنده مرض معين وابدا اساله يقول لي والله انا كنت بتعرض لكذا وكذا وكذا. طب لو انا عندي ريسك فاكتور بيعمل كذا مرض، يبقى دلوقتي انا هستخدم الكوهرت بقى مالتيبل اوت كامز، كذا ديزيز هيحصل فجيب عرض العيان ده للريسك فاكتور او الافراد دي للريسك فاكتور واشوف ايه الحاجات اللي هتحصل. ممكن تاخدها بالايه بالعكس، المالتيبل ريسك فاكتور يبقى اكيد كيس كنترول، مالتيبل اوت كامز او مالتيبل ديزيزز دي ايه كوهرت. اخر حاجه انها مينيمايز الريكول بايس، من العيوب اللي كانت موجوده في الكيس كنترول هي الريكول بايس، مشاكل الذاكره. مشاكل الذاكره دي مش موجوده في الكوهرت، انا ما بعتمدش على ذاكره العيان نهائي. ده بالنسبه للمميزات. بالنسبه للعيوب، اول اتنين سهلين، اكسبنسيف وتايم، اي بالعيوب اه اكسبنسيف وتايم كونسيومينج، انها غاليه وفي نفس الوقت بتاخد وقت كبير. انا ممكن اقعد جنب العيان 10 سنين لحد ما المرض يحصل. بعد كده insufficient for the rare diseases، العكس لو هي بستخدمها في rare exposure ما ينفعش استخدمها في rare diseases. واخر حاجة selection bias، يعني ايه selection bias؟ عيوب الاختيار. وطبعا التجربة اليابانية العظيمة اللي حصلت في مصر دي، طبعا التجربة اليابانية دي ملهاش دعوة بكوهرت، انا بس برمي مثال يعني ايه اصلا العيوب اللي ممكن تحصل في الاختيار. انا عارفه طبعا الامتحان غالبا بيجي ام سي كيو، فلو واحده جت لو انت فاهم الدنيا هتقدر تجاوبها بكل سهوله. برضو نحاول برضو ايه نلم الموضوع المميزات والعيوب دول، لكن انهم بيدخلوا في بعض تاني. لو قلت لك مين النون اكسبنسيف وتيك شورت تايم وحاجه بتساوي حاجه اسمها ايه الماتشنج، يبقى انا اكيد بتكلم على كيس كنترول. طب قلت لك لو حاجه اكسبنسيف وتيك لونج تايم انا بتكلم على الكوهرت. قلت لك ولا حاجه بستخدمها في رير ديزيز كيس كنترول، رير اكسبوجر، يبقى انا بستخدم بكلم على الكوهرت. والله حاجه بتعمل ريكول بايز مشاكل في الذاكره كيس كنترول، حاجه بتعمل سيلكشن بايز الكوهرت. طب لو قلت لك حاجه بستخدمها في المالتيبل ريسك فاكتورز يبقى اتكلم عن ايه، على الكيس كنترول. مالتيبل اوت كامز او مالتيبل ديزيزز يبقى بتكلم في الكوهرت. في الكوهرت بستخدم بزود بس في مميزاتها حاجه اسمها تمبوراليتي، والتمبوراليتي هي متابعه الحدث عن طريق ان بعرف الانست اوف الديزيز. ودي طبعا من عيوب مين، عيوب الكيس كنترول، ان انا ما بعرفش اعرف الانست اوف الديزيز. اتمنى تكون المميزات والعيوب اتلمت شويه، وانتوا لما ان شاء الله تقروها كذا مره هتلاقوا الموضوع اسهل. انا هنوقف بس الفيديو ده على كده عشان ما تحسوش انه طويل عليكم، وباقي الداتا دي هنشرحها في الفيديو اللي بعده ان شاء الله.